أن يعلن المجرم على الملأ أسماء ضحاياه سابقة لم يفعلها في التاريخ سوى نظام الأسد. المعروف باسم المسلخ البشري، وهو من أكبر سجون الأسد وأفظعها وأسوأها سمعة. ارتقى الزميل أحمد حمدان المعد والممثل في برنامج خذني جيتك. قصف طيران النظام لمدينة دوما بالغازات السامة. سيكون معنا الأستاذ عبيدة خلال الدقائق القليلة القادمة في مقابلة خاصة وحصرية لصالح لتلفزيون سوريا ضمن تغطيته الخاصة عن هذه القضية. يوم مأساوي حاضر في ذاكرة السوريين، غابت الدماء فيه لكن الموت كان مخيما على أهالي الغوطة بوجه آخر. المظاهرات التي نشاهدها الآن مشاهدينا تأتينا من مدينة إدلب ومن أريحة أيضا. أضحى مبارك على جميع أهلنا في الداخل السوري وكل من ضاقت به ظروف الحياة وخرج من بيته. تخيلوا أنكم في دمشق وتساهموا في إحداث التغيير الذي أتمناه أنا كمواطن عربي قبلكم إن شاء الله في شامنا الحبيب.